ظاهرة لغوية فصيحة جميلة موجودة في كلام الإماراتيين وعمرها يتجاوز آلاف السنين. مثلاً لما تقول نحن نلعب بدل نلعب، ونقرأ بدل نقرأ، ونسمع بدل نسمع، وما إلى ذلك، فأنت قاعد تكسر الحرف الأول من الأفعال المضارعة، وهذه ظاهرة لغوية فصيحة اسمها التلتلة، تكلم فيها أعراب العرب قديماً. فيذكر أن عربياً سمع وهو يدعو ربه وهو ممسك بجدار الكعبة ويقول رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم. وقرئ أيضاً من سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. التلتلة واحدة من أقدم الظواهر اللغوية في الجزيرة العربية، وكسر فعل المضارعة موجود في عدة لغات سامية، فمن الطبيعي أنها توصل للغة العربية. وانتوا اكتبوا لنا كلمات تستخدمون فيها التلتلة بحياتكم اليومية.